هذا الدجاج الكذابة. أم عبد المغيث سند من أسفي، صباح الخير. أهلا، صباح الخير جهان كبيرة. أش خبارك؟ صحيحتك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، ربي يخليك. تحية صباحية لكم ولجميع المستمعات والمتتبعين ديال الإذاعة الوطنية بالأخص. مرحبا مرحبا مرحبا. دابا اليوم واش غنكذب أنا وياك ولا غتكذبي بوحدك ولا شنو؟ ماشي مشكل، نقسم معك الصبر، نقسم معك الكذوب. إن شاء الله بإذن الله في الكذوب غادي معايا السيئات شوية. مرحبا مرحبا بلالا. أنا مع شوف، أنا مع حباباتي وخواتاتي وصحاباتي، نطيح معاهم في العافية. ربي يخليك. يلا نشوفوا هاد المقادير ديال فخاد الدجاج الكذابة. بسم الله. وغادي نرفقوها بعصير إن شاء الله بإذن الله. وعصير، ها هي. غير هي هاد فخاد الدجاج الكذابة ما نديروهاش بعدا، غير المرات كتوحم. إياك. يعني نولي نبداو فيها بلوب ديال الصح. إياك، غير خلي غير السيدات اللي باغين يكذبوا شوية شوية. مرحبا بهم. إذا في المقادير شنو غناخذوا؟ بالنسبة للمقادير غادي ناخذوا العجينة اللي غادي يكون عندي ياغورت واحد مسوس. ياغورت مسوس. غادي ناخذ نص كاس ديال الحليب يكون دافي. نص كاس حليب دافي. ثلاثه معالق كبار ديال السنيده باش تعطيني ديك التخميره في لاباط وديك التقرميشه. اييه واخا. عندي معلقه ديال الخميره ديال الخبز. معلقه كبيره؟ لا صغيره. صغيره. انا اللي غندير الخميره ديال الحلوه. عندي معلقه ديال الخميره ديال الحلوه تكون جديده صغيره. خميره الحلوه. عندنا 4 كاس ديال الزيت. 4 كاس، ملي كنهضروا على الكاس، كاس العنبه. غادي ناخذوا 2 كيسان ونص ديال الطحين ديال الفورص. اذا 2 كيسان ونص طحين فورص ديال الفورص، اولا حسب ما غادي يجمع لي العجينه ولا على حسب النوعيه ديال الطحين. حسب الخليط. اييه. هاد العجينه غادي ناخذها نخلطها، غادي نخلط هذاك دانون مسوس والحليب دافي هما اللي نطلعهم. غادي نزيد معاهم السوائل يعني الزيت. اذا ياغورت الحليب. اييه. وغادي نزيد الزيت يعني بحال الشكل اللي غادي نطلع به المايونيز. اييه. غادي نزيد السنيده. أيه. ونزيد الخميره ديال الحلو والخميره ديال الخبز. انا دائما كنفضل اني ما كنديرهاش في الطحين، كنديرها مع الخليط باش كتمشي في الخليط كامل. واخا. اذا الخميره بجوج. اييه. وغادي نجمع بالطحين ونحط لاباط تكون قاصحه شويه، قاطه في راسها باش ملي نبغي نخدم بها ما تمحنيش في الخدمه ديالها، ما تبداش تطلق. واخا. يكون شاده في راسها. اييه. وندير بحساب انني ملي غادي نحطها راه غادي تعاود ترخف. واخا. ندهنها بالزيت ونحطها جانبا. اذا تدهن بالزيت. اييه. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الدجاج. اذا كميه اولا الكفته ديال الدجاج، اما من جهه الصدر مقطع طريفات رقاق اولا الكفته ديال الدجاج. اذا كميه من الدجاج، اذا سواء قطع صغيره او كفته. اييه. غادي ناخذ واحد البصله بيضاء مشلضه رقيق، ما نخليهاش قاصحه، يعني تكون رقيقه. أيه. باش ملي نخدم بها ما تكبش هي العجينه. اييه. ها هي. غادي نصوطيها في واحد المقله مع شويه الزبده والملحه والبزار. مع الزبده الملح والبزار. أيه. شويه ديال الثومه. شويه ديال الثوم. شويه ديال الهريسه. الهريسه. شويه ديال الزعفران. الزعفران باش غادي يعطيني النكهه لهذاك الدجاج. غادي ناخذ نص حام مقطع مصير. كتكمل الزعفران واش غير يعني العادي؟ الزغبه. لا زعفران، زغبه تيعطي واحد اللقوم خير في الاطباق ديالنا. واخا. ها هو. اييه. من بعد وغادي ناخذ شويه ديال الهريسه سبق وذكرتها لك. وغادي ناخذ زيتون مقطع رقيق. والزيتون مقطع. وغادي نزيد عليه هذاك الدجاج ونصوطيه مزيان ونخلي اما الدجاج اما الكفته، شوفي انت واش بغيتي. نحطو اطار في الجنب نخليه تيبرد. غادي ناخذ بطاطا. بطاطا غادي نقطعها على شكل فريت، ولكن يكون عندي فريت اللي غليظ. على شكل فريت غليظ. اييه. غادي نصوطيها، غادي نقليها في الزيت، ولكن ما تكونش داك ماشي القليه متتهرى كاع طيبه وحده، لانها مازال غادي طيب، يعني تبقى قابطه وتكون غليظه بحال شكل ديال العظم ديال الدجاج. واخا. اذا تبقى قابطه. ديال غادي ناخذ هذيك العجينه غادي نديرها على شكل ديال مربع. اذا العجين واش في القالب؟ القالب العجينه غادي ناخذها غادي نقطعها على شكل ديال مربعات، راه كاين مرات ملي كتقطعها كمربعات. شكل مربعات. اييه. اييه. نقطعها يعني يكونوا متساويين. كنحط وسطها هذاك الخليط، نزيد عليه موتزاريلا. اييه. زائد فرماج.
الموتزاريلا ونسيت ملي نكملوا الخليط نزيد شويه ديال الكمون باش كيعطيني فيها نكهه زوينه بالنسبه للخليط. اذا بالنسبه للحشو او الحشوه الحشوه اذا هنايا غنزيدوا الكمون اييه حتى الاخر باش بيمر واخا الحشوه ديال غادي ندير داك المغزو ديال البطاطا طويل غنحطوا الحشوه هي الاولى ياك غنحطوا الحشوه وندخل هذاك المغزو ديال البطاطا في وسط سد ونشكل بحال الشكل ديال الخط. اذا ندخل هذاك البطاطا فريت على شكل عظم ديال بحال الشكل ديال الفخاد بحال الشكل ديال الفخاد راني غادي نحطو ان شاء الله باذن الله في لاباج ديالي ام عبد المغيث سند باش الصوره تقرب للمستمعات اكثر اكيد اييه من بعد ديال ناخذ البيض البيض ندوزو فيه ندوز من بعد لا شابليغ ونعاود عاوتاني نعاود عاوتاني هذا الخليط في البيض ولا شابليغ ونبدا نقلي. لا عاودي لي الطريقه الله يرضي عليك. الطريقه غنقطعو على شكل مربعات ياك غنحطو الحشوه هي الاولى ياك غنزيدو الفرماج موزاريلا ياك غندخلو هذيك البطاطا فريت على شكل عظم ديال الفخذ ديال الدجاج ياك ونجمع ونجمع ها هذا ونجمع هي اللي ما تكتباتش ونجمع من بعد ديك الجمعه بحال الشكل ديال الفخذ ديال الدجاج يعني كاين عندك هكا كاين فخيضه اييه ومن بعد ديال كانت عندي العجينه قاصحه وكان الحال بارد ماشي مشكل هذيك الساعه نخدم بها سينو ندخل هاد الثلاجه ونخرجها وندوزها في البيض الثلاجه اييه وندوز في البيض ندوز في البيض وندوز في لاشابليغ ومن بعد نعاود عاوتاني ندوزها عاوتاني تبقى ثانيه في البيض ولا شابليغ ونبدا نقلي اييه يعني الزيت تيكون سخون كتقليها الا بغيتيش في الفران ما يصدقوش في الفران لا لا لا, لا خاصنا التحميره ديال الدجاج باش ملي نحطوهم يصحبوهم زيت الدجاج نيتها الفخذ ديال الدجاج معطوط تكون مقاده ولا بغيتي نجي انا اختي تزيدي تكبدي كثر مرحبا غادي ناخذ كل مره ملي ندير الدجاج دوك العظوم ديالو اللي تيكونوا في الفخذ اييه يعني عوض ندير الفريت غادي ندير العظام ديال الدجاج. الا بغيت نزيد عاوتاني يعني نجمعهم نديرهم في الكونجيلاتور ملي طيب. اللي شافهم بالعين المجرده يعني صدق انهم فخيضات ديال الدجاج. واو زعما انتي تبارك الله عليك. انتي تبارك الله عليك كي داير معاك راجلك يعني غتلقاي صباح وعشيه ام سند كاتبه عليه في شي اكله وشي طبق. شفت رد البيض ديالها صاحبتي وراني بزاف ديال المواقف وبزاف ديال الكذبات. تبارك الله عليك ولكن هذه كذبه زوينه كذبه شهيه وكذبه تسر العين وتسر المعده ماشي مشكل اقتصاديه بالنسبه للضياف نعم اذا غندوز في البيض غندوز في البيض وندوز في لاشابلور وندوز عاوتاني في البيض ولا شابلور وندوزهم للقلي ياك لالا صافي هذا هما واجدين هما واجدين هادو تيداروا حتى بالنسبه مع لي سالاد هكا ملي تكون عندي بخدمه سالاد ولا هذا كيداروا في بحال المملحات تقريبا بحال المملحات يعني بحال الشكل ديال المملحات نعم بالنسبه للعشاء بالنسبه للعصير القرعه حمراء ما كنخدموش بها بزاف وما كنستعملوش الا مره في الاسبوع الا في الكسكسو نعم غادي نديروها اليوم في العصير ان شاء الله باذن الله اييه غادي ناخذوا اربعه ديال الخزوات اربعه خزو غادي نسلقوهم ونخليهم افاخ اييه ماشي داك السليق تا كيهرى عاوتاني ملي كديري العصير كيجيك باسل واخا اذا غير شويه يعني يبقى قابط في راسو غادي ناخذ القرعه حمراء غادي نفورها مع شويه ديال السنيده مع السنيده باش غادي تلق ديك الحلاوه ديالها تخرجها ليا ونخليها افاخ غادي ناخذ جوج اترو او لا اترو ديال العصير الليمون على حسب انتي والختوريه اللي بغيتي في العصير غادي ناخذ عصير ديال حامضه وجوج ياغورت ضروري يكونوا عندي ديال الخوخ خوخ ايوا اللي غادي يكون عندي عاقد وغادي نزيد عليه فاني وحده فاني وحده والسنيده والسنيده هذا الشيء كامل كنطحنوا في الخلاط الكهربائي وندخلوا الثلاجه يبرد ويبرد بالنسبه لهذاك الماء ديال الخيزو اللي تسلق فيه واش ممكن حتى هو يمشي مع الخليط غادي يمشي مع الخليط على حسب الليمون نعم يعني لان الليمون ما غاديش واخا تعصر كيلو ولا جوج ما تيكونش فيه الماء بزاف كاين دي فوا الليمون كيكون ناشف اذا نزيدوا يعني هذاك الماء ديال الخليط مع الخليط نعم هذاك الماء غادي يبقى عندنا زيد نضيفوه بالنسبه الختوريه ديال العصير اللي بغينا اييه على حسب يعني السائل كيفاش بغيناه يكون واش خاطر بزاف ولا خفيف ولا متوسط طيب قلتي ربعه ديال الخيزو هي كيتسلقوا يعني غير شويه على القرعه حمراء تفور مع شويه ديال السنيده جوج يترو ديال عصير الليمون ياك وعصير حامضه وحده وجوج ياغورت خوخ عاقد وواحد فاني
وسنيده ياك، وكل شيء تطحن ويمشي للثلاجه يبرد وبالصحه والراحه.